السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه artflow.ai بيعمل لك فيديو كامل، يعني تختار خلفية وتختار شخصية، تختار الكلام اللي عايز يتقال، هو يحوله صوت وتلاقي عندك فيلم كرتون موجود بسهولة جدا. يعني تقدر تحط العناصر وتبدأ إن أنت معاك الفيديو تقدر إن أنت تشتغل بيه. طب يلا بينا، يلا بينا نبدأ واحدة واحدة. اكسبلور، هتبدأ تشوف بعض النماذج اللي موجودة، تمام؟ اهيت في بعضهم هنعملهم وبعضهم ناس تانية، تمام؟ ممكن تقول له بعد كده فيجوال ستوديو. هنا بقى الفيجوال ستوديو ممكن نقول له بيك ايمج، هنختار خلفية وليكن مثلا الخلفية ديت. خلاص احنا حطينا الخلفية، هنختار الشخصية اللي احنا عايزينها تتكلم وليكن مثلا دوت، هنحطه هنا مثلا. وبعد كده الديالوج هتبدأ تكتب بقى الكلام اللي انت عايزه، تمام؟ Hi there. If you like what you hear, you can use my voice to... خلينا نقول لك I am... Where is the Joker? Where is the Joker? تمام؟ Review voice. Where is the Joker? خلاص انت كده بقى معاك الحاجة كلها، هيت حطينا الخلفية وحطينا الشخصية وحطينا الصوت. ده كده المشهد الأول، تقدر تحط مشهد تاني وتالت وعشرين مشهد. فاينلايز، تمام. جوكر، الفيديو. Where is the Joker؟ واخد بالك من حركة الحاجة وهي حركة البق وكده، تقدر تعملها داونلود أو تقدر تعملها شير زي ما أنت عايز.